أشياء تغيرت آخر 10 سنوات هي ما لها علاقة مباشرة بالثورة، بالثورات اللي صارت، وشفنا أفلام عن الثورات، بس هذا الظاهر، بس الأعمق من هيك حسب اعتقادي في أسئلة أهم. Première fois que je viens à Carthage, de présenter nos films au Maghreb, parce que j'ai le sentiment que ils seront peut-être vus différemment dans France. حضوري وجودي في مهرجان قرطاج مهم جدا لي كمدير مهرجان، بحيث اني اطلع على ما هو جديد من السينما العربية والسينما الإفريقية.